أستاذ ورفاقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في إطار منتدى الذاكرة الذي ننظمه أسبوعيا، جمعية مشعل الشهيد وجريدة المجاهد، وعشية الاحتفال بذكرى 69 لاندلاع الثورة التحريرية، أردنا أن نخصص هذا العدد إلى التحضير وانطلاق ثورة بالولاية الرابعة التاريخية، تكريما لأول قائد لهذه الولاية الرئيس الفقيد ربح بيطاط رحمه الله. وهي مناسبة لأتوجه بالشكر الجزيل إلى المجاهدة زهرة ظريف بيطاط التي تحضر معنا هذا اللقاء، وكذلك الأستاذ سيدي موسى الذي سيقدم مداخلة في الموضوع. وبداية أرحب بالإخوة الحضور، سيد كريم يونس رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا، سيد بن قرطبي ممثل السيد رئيس مجلس الأمة، وطبعا دكتور محمد الحسن الزغيدي منسق اللجنة الرئاسية للذاكرة والأرشيف، وطبعا الإخوة من مجاهدين ومناضلين وإعلاميين الذين يحضرون معنا في هذا المنتدى. وكما جرت العادة، بداية ننصت وإياكم إلى فاتح الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية وترحما على أرواح شهدائنا في فلسطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن مرحبا بكم جميعا مرة أخرى. وطبعا نعرف كلنا بأن الجزائر تضامنا مع الشعب الفلسطيني ألغت كل احتفالات الرسمية لفاتح نوفمبر 54. ومدام أن الجزائر تعيش في ظروف خاصة، ارتأينا أن تكون كلمة للمجاهدة زهرة ظريف بيطاط إلى فيما يخص ما يجري في فلسطين اليوم، هو الكلمة حول واش يجري في فلسطين واش تقولي لهم اليوم الفلسطينيين في هذا الوقت.
السلام عليكم. والله لسان يعجز باش يصيب الكلام على واش راه صاير على إخواننا الفلسطينيين. صح يعني ما الواحد يجي يتكلم نظن باللي هذا الشعب راه ما بلاده يعني هاد الناس اللي جاب يعني هما كانوا ضحايا نتاع الاوروبيين نتاع الالمانيين. واش جابنا احنا؟ واش جاب الفلسطينيين باش يلي واش عاشوه ويقولوا عاشوا على كل حال العالم كل هما يعرفوا يحكيوا على ارواحهم راح يعرفوا كيفاش يركبوا كيفاش يواسيوا. مع ان اليوم غير نقولوا لاخواننا الفلسطينيين البلاد عزيزه ارض جدود عزيزه ويبقاو هما في التاريخ كشعب يعني اللي صامت هذا شحال وهو شان احنا معاهم يا ريت لو كان قدرنا الحق نساندوهم. لا غالب راهم في واحد القرية وين كامل هادوك الحكام لو كان صابوا هذه فلسطين تمحقت من فوق الأرض. خدعوهم العرب خدعوا الفلسطينيين. هذا ما نقول لك. الله فيك. شكرا سيدة المجاهدة زهرة ضربيطات. كان لابد من كلمة في هذا المنتدى على الوضع الهجري والتضامن مع أشقائنا وإخواننا الفلسطينيين. بالمناسبة أن يوم الاثنين القادم سيتناول المنتدى عشية ذكرى 69 دائما ذكرى 17 لموافقة الاتحاد الافريقي على ترسيم الفاتح نوفمبر كعيد الشباب الافريقي. والقرار كان اتخذ في سنة 2006 في اطار الاتحاد الافريقي. وراح يكونوا معنا طلبة افارقة من مختلف الجنسيات اللي هنا وراح يكونوا نقول في ندوة او في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وفي نفس الوقت في وقفة كذلك تضامنية ومساندة لكفاح الشعب الصحراوي كآخر منطقة أو آخر مستعمرة في أفريقيا. فالموعدنا يعني السمانة الجاية ما راحش يكون يوم الأربعاء لأن يوم الأربعاء راح يكون يوم فاتح نوفمبر ولهذا قدمنا الفوروم إلى يوم الاثنين 30 نوفمبر. وطبعا يحضر معنا الأستاذ سيدي موسى الباحث في الحركة الوطنية والثورة التحريرية وكان سبق له وين خدم كثير على المنطقة والولاية الرابعة التاريخية. راح يعطينا مدخل لمدة حوالي 20 دقيقة ثم نخليه والأخت المجاهدة زهرة ظريف بيطات تتواصل وربما نفتح بعض الأسئلة في الموضوع. فشكرا لكم وتفضل دكتور. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدي عباد المحترم رئيس هذه الجلسة ورئيس الجمعية التاريخية التي نضيفناها دائما في خدمة التاريخ الوطني وخدمة الذاكرة سيدتي
التي نعتز بوجودك دائما. ربي يطول في عمرك، كتبك الله سبحانه وتعالى إن شاء الله الجنة مع المجاهدين إن شاء الله على محبطات، الذي نقف هذه الوقفة إن شاء الله تقديرا وإجلالا لدوره في تاريخ الوطن في تحريره وفي كتابته بأحرف من ذهب وفي بناء الدولة الجزائرية المستقلة بعد الاستقلال إن شاء الله. السادة الرؤساء، رؤساء المؤسسات ومجالس الدستورية الرسمية في الجزائر، السادة الوزراء، السادة إطارات السامية في الدولة، كل بصفته ومرتبته، الأستاذ غيدي المنسق اللجنة الرئاسية للذاكرة، السادة الحضور، السادة الكرام من مختلف وسائل الإعلام الوطنية، أباء المجاهدين في الثورة التحريرية وفي المنطقة وذويلات التاريخ الرابعة وفي منطقة الجزائر الحرة، كل الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد وممنون بوجودي معكم وبتشريفي بإلقاء مداخلتين ليقف على تاريخ رجل جزائري أصيل أحب الجزائر وعاش من أجل الجزائر، فكتبه الله له الحسنيين، دخل حرر الوطن وعمل واجبه بدون نقصان، وساهم مسؤولا بارزا في الدولة الجزائرية في بناء مرحلة البناء والتشييد. إذن قلت يا إخوان، هذه جلسة وجلسة تقدير وإجلال لرجل أحب الجزائر وعاش في الجزائر وخدم الجزائر. كنت قد فكرت في عنوان مناسب بهذه المناسبة في مسيرة رجل وفي محطات تاريخية عرفها الرجل منذ نشأته ومنذ صباه في منطقة من مناطق الجزائر العزيزة في شبابه، كيف أن الرجل تبنى القضايا الوطنية منذ صغره، ثم أصبح شابا يافعا يقوم بأدوار ريادية في مسار الحركة الوطنية، ثم قائدا من قادة السد الذين التاريخيين الذين قاموا بتفجير الثورة، وكان له دور كبير كما سأقوم فيه فيما بعد بدور كبير في قيادة المنطقة الرابعة والولاية التاريخية الرابعة فيما بعد، حتى ألقي عليه القبض وزج به في سجون فرنسا، ولكنه بقي وافيا وفيا دائما لعدالة القضية الجزائرية، دائما تابعا لجيش التحرير وجبهة التحرير الوطني إلى أن أطلق سراحه في عام 1962، فكان قد ساهم أيضا في بناء هذه الدولة التي نعيش في أحضانها ونعتز بالانتماء إليها. إذن الرجل يا إخوان هو المجاهد المرحوم رابح بطاط، وكما يعرفه أصحابه وأقرانه تحت تسمية السي محمد، وأن أفتح قوس أطلب من السيدة وأتلمس من السيدتي المحترمة إذا كان فيه التماس أو كان فيه خطأ أو تصحيح، أرجو ذلك من خلال تدوين هذه القصصات وهذه الورقة البحثية حتى تكون إشعاعا لكل الذين معنا ولما لا لشبابنا المقبلين على دراسة التاريخ الوطني والذاكرة الوطنية. إذن ولد المرحوم رابح بطاط بتاريخ 19 ديسمبر عام 1925 بمشتة كاف بن حمزة على بعد حوالي 5 كيلومترات من عين الكرمة بقسنطينة، عرف بين أقرانه وأصحابه بتسمية السي محمد، وكان يعتز بهذه التسمية كثيرا. زاول تعليمه الابتدائي بمدينة قسنطينة، وثم ترك مقاعد الدراسة مثل بقية الجزائريين أثناء العهد الفرنسي لينتقل إلى الشغل، فاشتغل في عدة حرف أشهرها في مصنع للتبغ بناحية قسنطينة عند أحد المعمرين الكبار المعروفين والكلون في تلك المنطقة. كان الرجل المرحوم رابح بطاط منذ صغره شغوفا بحب الوطن، متبنيا للقضية الوطنية، فانخرط في كشافة الإسلامية الجزائرية، تلك الكشافة التي كانت خزان ووعاء الحركة الوطنية الجزائرية، وفيما بعد خزان كذلك المقاومين والنضاليين والثوار في أثناء الحرب التحريرية المقدسة. كان منذ صغره رافضا للاستعمار وأعوانه، محبا لوطنه،
متشبثا بهويته الجزائرية، ناضل منذ صغره في صفوف حزب الشعب الجزائري، وما أدرك ما حزب الشعب الجزائري، هذا الحزب الذي هو رائد حركة الاستقلالية في الجزائر بعد عام 1937، فكان مناضلا في صفوفه مؤمنا بمبادئه وأهدافه. وفي بداية الأربعينات كذلك وجدناه يواصل نضاله في الحركة الوطنية وفي مظاهرة عام 1945 التي عرفت نضالا ومجازرا ونتائجا نتائجا رائعة على المستوى السياسي والنضال السياسي، وإن كانت نقمة من خلال المجازر على الجزائريين، ولكن عرفت إعادة بناء الحركة الوطنية وكان لها دور كبير في ترتيب أمور السياسيين والحركة الوطنية وانتقال منها من مبدأ السياسة إلى مبدأ العمل المنظم. وجدنا أن الرجل ينضم كذلك فيما بعد إلى حركة انتصار الحرية الديمقراطية الـMTLD، وهي حركة امتداد لحزب الشعب الجزائري في ذلك الوقت، وكانت تؤمن بالخيار الاستقلالي وغير ذلك. في عام 1947، وهي سنة مهمة ومهمة جدا الذي ظهر فيه نشأة المنظمة الخاصة، وجدنا أن الرجل المرحوم يكون قد انضم إلى صفوفها في القطاع القسنطيني، وكان عضوا فاعلا ونشطا ودخل مرحلة السريه في العمل، وهذا ما كان يتطلبه المنتظمون إلى كل المنظمة الخاصة والسرية في إطار التحذير العملي المسلح. خلال أزمة المنظمة الخاصة ألقي عليه القبض من طرف إدارة الاحتلال، وحكم عليه من طرف القضاء الفرنسي العسكري سنة 1951 بالسجن لمدة 10 سنوات. وبعد إطلاق سراحه في حدود عام 1952، وجدنا أن الرجل ينتقل بين العديد من مناطق الوطن من شرقها ووسطها وإلى غربها، ومن أجل إعادة بناء بعث النضال السري من جديد. وكثف اتصالته مع قدماء اللوس والمنظمة الخاصة، وساهم بشكل كبير في تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل الكلية في مارس عام 1954، وبذلك أعاد تنشيط العمل الثوري في الجزائر. شارك المرحوم الربح بطاط بقوة في اجتماع مدينة الجزائر في شهر جوان، في أواخر شهر جوان عام 1954، أو معروف متفق عليه تاريخا بمجموعة 22، وحين أقر المؤتمرون الثورة على فرنسا والشروع في تحضير التحضيرات النفسية والعسكرية تمهيدا لإعلان الكفاح المسلح. اعتبر المرحوم رابح بطاط لقاء 22 اجتماعا مصيريا في تاريخ الجزائر. تم اختيار المرحوم رابح بطاط عضوا قياديا في لجنة الست مكلفا بتحضير الثورة في المنطقة الرابعة بعد تقسيم القطر الجزائري إلى 5 مناطق عسكرية، فأصبح مسؤولا على المنطقة العسكرية الرابعة المتمثلة في مدينة الجزائر وضواحيها، وهو المسؤول المباشر عن الثورة وإعلانها فيها. بدأ المرحوم رابح بطاط بعمله بالإشراف على صناعة القبائل، صناعة القنابل اليدوية، صناعة العبوات الناسفة، جمع الأسلحة من عند المواطنين، وتنظيم الأفواج في المنطقة الواسعة في مدينة الجزائر وفي المنتيجة، وذلك بمساعدة نائبه السيد سويداني بن جمعة، المرحوم سويداني بن جمعة، وأحمد بوشعيب وآخرين. حضر السيد المجاهد رابح بطاط كل المراحل التحضيرية لإعلان الثورة، كيف لا وهو أحد الأعضاء التاريخيين للثورة التحريرية المباركة. حضر عدة اجتماعات بعد تأسيس لجنة الست في فترة بين جويلة إلى شهر أكتوبر من عام 1954، لقاءات تحضيرية كبيرة كثيرة وكثيرة جدا، من أبرزها اجتماع 10 من شهر أكتوبر في مدينة الجزائر ورفقة مجموعة من القياديين والمناضلين، وشارك فيما بعد في اجتماع 23 أكتوبر عام 1954، وشارك أيضا في صياغة مع رفقة مجموعة من القياديين والمناضلين في صياغة بيان أول نوفمبر عام 1954، رفقة محمد العيشاوي، محمد مضياف، ديروش مبارك، ديروش مراد وغيرهم، وصيغ البيان باللغة العربية وترجم باللغة الفرنسية وترجم إلى اللغة العربية من طرف المناضل بالقاسم
الدستور. حضر ايضا اجتماع الاخير المصيري قبل اندلاع كفاح المسلح في 23 اكتوبر بطبيعه الحال، وهذا اللقاء الذي جمع القاده الثوريين التاريخيين المفجرين للثوره والمنحدرين من مختلف مناطق الوطن، جمعتهم الجزائر وحريه الشعب الجزائري، حريه الشعب الجزائري. وكان هذا اللقاء هاما جدا، اتسم باعلى درجته السريه. وفي الاجتماع تم رسم معالم الثورة الجزائرية التحررية التي رسختها مبادئ كفاح الشعب الجزائري على مدار التاريخ، وجعلته تحرير الوطن من حتمية الاستقلال من الاستعمار الفرنسي، من أجل تحقيق الهدف الأسمى والاعتناق من نيل الاستعمار ونيل الحرية والاستقلال. وفي هذا اللقاء أيضا تشاور الأعضاء الست واتفق رابح ميطات مع إخوته على تحديد ليلة 1 نوفمبر تاريخا لإعلان الثورة التحريرية بإطارها السياسي المتمثل في جبهة التحرير الوطني وبذراعه العسكري المتمثل في جيش التحرير الوطني. شارك السيد رابح ميطات بصفته مسؤولا وقائدا للمنطقة التاريخية الرابعة طيلة شهر أكتوبر في التحضير لهذه الثورة. كان السيد رابح ميطات رفقة قيادة أركانه متنقلا بين مدينة الجزائر ومنطقة المتيجة لمتابعة التحضيرات العسكرية وتحديد الأهداف ودراستها ورسم خرائط لها، كما أشرف على صناعة القنابل والمتفجرات وتوزيع الأسلحة وجمع المجاهدين وتنظيم الأفواج المفجرة لثورة أول نوفمبر. قام السيد رابح ميطات بنحو أربع بمقربة على اندلاع كفاح المسلح بنحو 4 أو 5 أيام على اندلاع الثورة بجولة أخيرة واستطلاعية في المنطقة الرابعة في مدينة الجزائر وفي منطقة المتيجة، رفقة محمد بوضياف ونوابه السوداني بوجمع الزبير بوعجاج أحمد بوشعيب. وتفقد منطقة الجزائر ومنطقة المتيجة ووقف على جاهزية المجاهدين وقسم المنطقة إلى 5 أقسام، وعين على كل خصم وعلى قائدا وعلى الأفواج، وخطب في المجاهدين وحمسهم للعمل الثوري. عين المرحوم رابح ميطات ووقف على الأهداف المسطرة والمدروسة ومعاينة الأماكن المستهدفة في منطقة لتفجير الثورة، وسطرت المنطقة الرابعة وعلى رأسها المرحوم رابح ميطات 17 هجوما ليلة الفاتحة من نوفمبر معلنة باندلاع الكفاح المسلحي وبالثورة التحريرية. نفذ المجاهدون من جملة هذه 17 13 هجوما بواسطة 9 أفواج على الأقل من المجاهدين الذين أطلق عليهم اسم أفواج مجاهدي الفاتح من نوفمبر بمدينة الجزائر ومنطقة المتيجة وغيرها. كانت العملية العسكرية على الشكل الآتي: الهجوم على ثكنة عسكرية في مدينة بوفريك، الخرور حرق مصنع الحلفاء والورق بمنطقة ببعلي، تدمير الجسور لإعاقة تحركات الجيش العدو الفرنسي ببوفريك وابن شعبان وفي رتوتة وفي بلاد شبل، محاولة الهجوم على مقر الإذاعة والتلفزيون الفرنسي آنذاك، ضرب الثكنات العسكرية وكل المصالح الاستراتيجية الاستعمارية الفرنسية وممتلكات المعمرين وكولون، حرق تعاونية الخضر والفواكه ببوفريك. وكانت أهم شيء قام به المرحوم رابح ميطات وهو الهجوم على سكنة بيزو بقلب مدينة البليدة ليلة نوفمبر عام 1954، وكان الهدف الرئيسي للطواري لما هذه السكنة لما تحتويه من عتاد وعدة وعتاد عسكري هام، حيث توجه نحوها المرحوم رابح ميطات شخصيا رفقة فوج متكون من المجاهدين قوامه 30 عنصرا منهم السوداني بوجمعة أحمد بوشعيب مصطفى سيدي يخلف عمر الغول وغيرهم من الأبطال الذين استشهدوا والذين بقوا على قيد الحياة. كانت العملية ثكنة بيزو تحت قيادة المباشرة للسيد رابح ميطات قائد المنطقة التاريخية الرابعة وبتنفيذ منه وبإشراف منه. حققت عملية الفاتح من نوفمبر عام 1954 في المنطقة الرابعة بقيادة المرحوم رابح ميطات نجاحات كبيرة وأحدثت صدمة لا مثيل لها على نفسية الإدارة الاستعمارية وأعوانها، وأظهرت للفرنسيين أن عملا جادا ومنظما
كان مصدره تنظيما سريا قام بعملية منظمة ومضبوطة على كل التراب الوطني، وكانت المنطقة الرابعة جزءا من هذا التنظيم العسكري لكل ثورة للثورة التحريرية. يرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى إلى رابح بطاط وإلى إخوته الخمسة التاريخيين في إعطاء إشارة انطلاق الثورة التحريرية المباركة. استمر رابح بطاط في تنظيم وهيكلة المنطقة الرابعة بمعية قيادة أركانه، وكانت الإدارة الفرنسية قد كثفت أبحاثها عبر أجهزتها المختلفة ومهمة مكنة الوصول إلى السيد رابح بطاط مسؤول المنطقة التاريخية بعد خمسة أشهر في شهر مارس سنة 1955، بعد خمسة أشهر من انطلاق الثورة. فألقي عليه القبض في شهر مارس 1955. سيدتي المحترمة، عندي تاريخين، لدي تاريخ بالساز مارس إلى فرنسي. نعم سيدي الأستاذ والله عندي سيدي. إذن حتى يعني شاهد على العياب، إذا قلت ألقي على قبض في شهر مارس 16 أو 23 مارس من عام 1925 بعد خمسة أشهر من انطلاق الثورة التحريرية، وحكم بمحكمة عسكرية فرنسية، وكان قرار المحكمة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة للبطل المجاهد رابح بطاط، ولم تتركه في سجون في الجزائر، بل نقلته إلى سجون فرنسا خشية قامت بنقله إلى سجون فرنسا ذاتها خوفا من ربما من تهريبه من مدينة الجزائر. خاض رابح بطاط ثلاثة إضرابات عن الطعام بسجون فرنسا، وطالب بمعاملته كسجين سياسي لا غير، فرفضت إدارة الاحتلال، ثم رضخت بعد ذلك ونقلته إلى سجن آخر مع إخوته في النضال والثورتي المختطفين في حادث الطائرة في أكتوبر عام 1956، وهم المرحوم أحمد بن بلة، المرحوم حسين أيت أحمد، ومحمد بوضياف وغيرهم. قضى السيد رابح بطاط سبع سنوات طويلة في سجون الاحتلال الفرنسي وظل متمسكا بمبادئه لا يحول عنها، رغم تواجده في السجن ولمكانته التاريخية والثورية باعتباره أحد مفجري الثورة التحريرية، فإن قيادة الثورة التحريرية المتمثلة في جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني عينت المرحوم رابح بطاط عضوا دائما في المجلس الوطني للثورة الجزائرية السنيارة، وعضوا كذلك في لجنة التنسيق والتنفيذ. ومع قيام الحكومة الجزائرية المستقلة في عام 1958 عينت الحكومة هذه السيد رابح بطاط وزيرا للدولة، وظل على هذا العهد وهو بالسجن إلى غاية توقيف القتال في 18 مارس 1962، وحيث نصت اتفاقية إيفيان على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الجزائريين، فأطلق سراح المرحوم يوم 20 مارس عام 1962، فعاد السيد رابح بطاط إلى أرض الجزائر وشارك في استقلالي واسترجاع السيادة الوطنية في 5 جويلية عام 1962. وبتاريخ 27 سبتمبر عام 1962، وبعد استرجاع السيادة الوطنية، وجدنا أن السيد رابح بطاط يزكى نائبا لرئيس أول مجلس لحكومة جزائرية بعد الاستقلال، وفي سنة عام 1965 أصبح وزير الدولة، وفي عام 1972 وزير النقل في عهد حكومة المرحوم أهواري بومدين. عام سنة 1977 وأصبح أول رئيس لمجلس الشعب الوطني في أول انتخابات تشريعية، وفي 28 ديسمبر عام 1978 أصبح رئيسا للدولة الجزائرية بعد وفاة المرحوم الرئيس هواري بومدين. تولى السيد رابح بطاط رئاسة المجلس الشعبي الوطني لمدة 4 عهدات. قدم استقالته في 12/1990 لما ألم به التعب والإرهاق، وترك المسيرة لغيره، لكنها مسيرة حافلة بالنضال والتضحية. قلد السيد رابح بطاط المرحوم وسام الدولة الجزائرية في أعلى مراتبها في 5 جويلية عام 1999. توفي الرجل والمرحوم البطل في أكتوبر في شهر أفريل 10 أفريل عام 2000، وبعد مسيرة حافلة من نضال
في من أجل استقلال الجزائر قائدا وثوريا مناضلا، وبعد مرحلة البناء والتشييد فكان رمزا من رموز الدولة الجزائرية، قائدا متملسا متحكما في صفوف الدولة الجزائرية، رحم الله المرحوم وقل أفسحه إن شاء الله إن شاء الله يعني الجنة معي مع زوجتي الكريمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. شكرا شكرا للأستاذ الفاضل سيدي موسى على هذا اللمحة وهذه اللمحة أو هذه المداخلة حول الفقيد ربح بيطاط رحمه الله. وكان من المفروض يحضروا معنا تلاميذ ثانوية ربح بيطاط، منذ حوالي 10 سنوات كنا زرناهم في حي لبناني، وإن شاء الله نعودهم في الذكرى تاع سي رباح، نروحوا لهم تما الثانوية كما رحنا الجامعة التعليمية وين كان لقاء مباشر مع المجاهدة زهرة ظريف بيطاط والطلبة تاع الجامعة. ربما سيدة بيطاط تزيدنا حوايج اللي ما نعرفوهمش حنا على سي رباح. تفضلي. ربما راح نتكلم باللغة الفرنسوية، هاني نتكلم العربية بصح ما ندركهاش كما اللغة الفرنسية. أنا كبرت وقريت وقت فرنسا، العربية كنا نتكلموها إلى في الدار، ولكن كنا نروحوا للجامع نتعلموا القرآن. يعني شوية أنا العربية نتاعي فاشلة، حتى باش نكون واضحة اسمحوا لي لا تكلمت بالعربية. في الحق سي رباح بيطاط الله يرحمه طول عمره من اللي بدا واعي وعيب الدنيا وش صاير في بلاده، يعني صغير اختار طريق نتاعو. سي رباح الى في انتيليجونس كوم سا سام ريغوروس كلير، il détestait les trucs, c'était un homme net clair et ses choix étaient précis, il les disait, il les assumait. Et il a commencé très très jeune. Et il est allé à la première école, en tout cas en ce qui concerne ce que je sais, notre génération, qui ont été les scouts musulmans algériens. Kachafa, Dour Ntahoum, Yanni Kal'Azim, Tekouin, Rouh Al-Watania. Déjà à 15 ans, c'était un membre des scouts musulmans à Constantine, et une caractéristique qu'il avait même enfant, sa mère et sa tante le disaient, c'est qu'il a toujours yani, été séparé ses activités. Il était il allait au scout, il avait son activité, il sortait de là, c'était un monde. Et après, يخرج يروح مع أصحابه في القهوة يواسي، يعني il avait des vies très séparées. ما يخلصش هذا بهذا. Ce qui a fait que c'est resté un être assez peu connu. C'était un homme qui décidait, qui détestait être comme ça en première ligne, qui compartimentait totalement ses différentes vies. Donc, il a commencé très jeune, fait les scouts musulmans, Oumbad, Rah, fait les jeunesses, le MTLD. Quand il y a qu'il y avait l'école du MTLD,
كانوا صغار وغيمون كانوا يكونوهم، وكان يقول باللي ليكزامبل اللي كانوا يعطيهم يعطوهم au cours de leur formation في les jeunesses du MTLD c'est ce qui se passait en ماشي ليرلاند اللي ضربت مع الانجلتير ليرلاند دي نور. Il paraît que ça a été pour eux dans l'enseignement qui était donné au sein de l'école du MTLD de l'école et des scouts musulmans l'exemple des Irlandais, leur méthode, leur leur lutte contre l'Angleterre a été pour vous un exemple pour eux un exemple très fort. Donc il a eu une jeunesse dans une famille très pauvre. Et très jeune, il a dû commencer à aider son père à l'âge de 14-15 ans. Son père a le jour pour le travail ou l'aider. Je ne peux pas continuer le travail. Il était dans la madrasa et à l'école. Il faut travailler. Donc il a fait des petits boulots et beaucoup de... il était très adroit des mains et au point qu'il a été formé et qu'il me disait toujours que je vous parle de ces rabbins, pas d'une manière orthodoxe, je vous parle de l'homme tel qu'il était, que les ascenseurs à l'immeuble du 1er mai هذاك الوقت كان هاني نوصل لها الام تي ال دي خلاهم كان هو وصل عربي بن مهدي هنا في الجزائر لو بارتي لي زافي براتيكمون ابوندوني ابري لوس ايز ايتي جون ما يقدروا ما عندهم خدمه ما الحزب معاونهم نهار راحوا للحزب قالوا لهم شوفوا ديروا لنا غير دي كارت ديدنتيتي دي فوس كارت ديدنتيتي بيان سور باسكو ايز ايتي ريشيرشي وندبروا ريسانا داروا لهم هذوك اللي وصل عربي بن مهدي الله يرحمه وبهذاك لي ايزافي 22 ans 23 ans راحوا ils se sont engagés dans l'équipe اللي كانت تبني les immeubles de la place du 1er mai وكان كاين فوتو من تما يقول لي هادوك لي اسانسور نتاع لي ميم دو 1er مي كاع فاتو على كتافنا جو فو دير كو بار لا سيتي دي ميليتان بوليتيك تري بيان فورمي ils étaient très curieux ils avaient une très grande formation et culture politique et en même temps on leur a appris à ne pas compter sur le parti, à ne pas compter, et le parti ne les a pas pris en charge. Et très jeunes, ils se sont pris en charge. C'est d'ailleurs comme ça que oui, attendez, je vais quand même aller un peu entrer. Donc, Gutlik, il a fait une jeunesse, une formation dans les scouts musulmans et fait la jeunesse du MTLD. Alors, son premier confrontation à les Français, bien sûr, ça a été le 8 mai 1945. Qu'à nous, parmi les jeunes, faire centenaire dans toute la région, qui avait assisté aux manifestations, il y a qui fait déjà, je crois, à cette époque, ils ont été fichés. bien sûr, en même temps, ils étaient des militants du MTLD extrêmement actifs au sein du parti. Si bien, donc ils étaient
très, 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 très impliquée dans la population, dans ce qui vivait le peuple, et en même temps qu'elle nous fait le hizb. À un moment, quand il y a eu la fameuse scission fil hizb, bin les centralistes et le bureau politique avec Messali Hedj, c'est à ce moment que Hedou, la nouvelle jeunesse qui arrivait, les Fias El Abi Ben Mahidi, Boudiaf, en fait, toute l'équipe que vous connaissez, l'Igalo, Hna, on Tralnaf El Hizb, pour nous battre pour l'Algérie et former les jeunes et aller vers une lutte pour l'indépendance. Le Hizb avait choisi la forme légale, c'est-à-dire la participation aux élections. Donc, ils étaient des membres très actifs pour les élections législatives et tout ça. Ils ont eu une formation globale. Mais quand il y a eu le problème au sein du MTLD entre le bureau politique Messali Hedj et les centralistes, ils ont estimé, c'était ce groupe de jeunes très actifs qui venaient d'un peu toutes les régions, qui ont estimé que ce n'était pas leur combat. Que ces gens se battaient pour des problèmes à l'intérieur du parti, non pas dans l'intérêt de la politique qui était tracée, mais dans leur intérêt propre. Et c'est comme ça que ce groupe de jeunes s'est retrouvé et a décidé de, mais toujours bien sûr dans la clandestinité, de se démarquer de la démarche politique officielle, le MTLD. Et donc, et ils se sont répartis à travers le pays. C'est là que dans les Aurès, je me souviens bien, ils parlaient beaucoup de Selahbi Ben Mehdi parce qu'ils étaient très, très, très proches. Selahbi Rahan Orani, Ken Boudjeff dans la partie du Constantinois. Et chacun Tema, Aesh, et ils ont fait un travail de mobilisation, d'explication au sein de la population. Pendant la période, les Hizb traînent dans les problèmes internes. Déjà, ils se sont départis et ils avaient une autre vision. Ou que nous aïchines, bien sûr, au Saïr Flel. Donc, il y a eu les événements de 1945 et ensuite les Twin Sabde ou le Mrahma. Et ils se sont retrouvés, les canaux qui m'a. العربي بن مهدي قلت أنه غني سيربح دان دي زوغيس جماعة والله نسيت ماشي نسيت اسمهم في بالي enfin ils se sont organisés à travers l'Algérie et donc il y a eu ce qu'il y a eu. Ils ont décidé de la fameuse réunion du la veille pour décider de passer à l'attaque. Voilà son côté de préparation. Quand ils se sont distribué les responsabilités, Houaloul, à Taoulo, Xamtena ou Jouayaha, ou qu'en est dit Douche Mourad de l'Aïrmo, Houamzeir. قالوا له انت responsable تاع الجزائر من بعد
ils ont permuté qu'ils ont dit Mourad avec l'accord de Jamaa. Après quelques jours, les Didouche, là, il y a un mot, les services de police, la population dans la région d'Alger, aussi là-bas, رسمتنا وجوياها وعنا باقا كان خدم تما ils ont estimé que يعني c'était pas payant pour l'action qu'ils ont menée et c'est comme ça qu'ils ont permuté si la bahja هنا في الجزائر وديدوش مراد الله يرحمه راح لقسم donc هنا pour le alors le choix du 1er novembre يقولوا بلي À l'époque, enfin, il y a eu 45 au Sarmassar et les luttes politiques, et il y a eu une telle répression de l'armée des Français, qui m'a gagné avec le général français quand il a fait 45, le général de Gaulle. Pas Chiari. Le général français, Mirceau de Gaulle, quand tu as eu. Oui. Il lui a dit, je vous ai donné la paix pour 20 ans. Il ne s'est pas trompé, c'est bien 20 ans. 45 et 54, oui. Voilà, exactement. Donc, Wadja a fait Zahir et le problème qu'ils avaient. C'était le problème de l'armement, des moyens, de l'argent. Sachez les Golos, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Ma'abim Billah, Thakim, dès le 62, quand Sheikh Ahmed Ben Malalaï Rahmou a fait un discours à Neuf Zahir, و قال لي بورجوا دالجير نعصرهم ندخلوهم في الحمام نعيمي الله يرحمه تاع بريده سبوا سب لي بنتيكو سب هكذا سي رابح هذاك الوقت اول اكوشاج مع تخيفا قال له ما كنت هنا ما كنت عارف واش صار شكون اللي مولنا وشكون وين تخبينا من بعد كي بدات الوسمه C'est Hnaf Zahir. Mustafa Tamzali. Enfin, ce qu'on disait la bourgeoisie Hnaf Zahir, Firsamtena, Fiwaharan, non seulement ils ont participé Beflous Homoudrahamo, mais ils ont pris des risques qu'à nous, notre habit l'Andon. Oui, la sécurité. Parce que c'était considéré, qu'ils étaient plus ou moins considérés comme, par les Français un peu libéraux, etc. Mais Belhar, ces grandes familles, c'était des patriotes et qui ont aidé par tous les moyens qu'ils avaient, et notamment au départ, il fallait de l'argent. Il fallait de l'argent, il fallait des armes. Alors, Anna, nous, dans les vieux stocks, les Khaletoma après la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique et les Alliés, ils avaient ramassé tellement. C'était ça. Et dommage, Khigout avec la bombe de Jibam. Et ils ont fait des bombes artisanales où quand on a une vraiment artisanale bombe donc le grand problème ça a été les armes et c'est pour ça que la première grande action qu'ils ont menée là, ça a été l'attaque de la caserne de Blida.
هلا كان عندهم كومبليس الداخل في لا كازيرن دو بليلا وكان يقول سي لاباه بلي زون شوازي لو 1 نوفمبر 54 باسكو عند لي فرونسي سي لا لا توسان اي في ديك لا توسان ان بلوس ايز ايتي اسوري ابري سكيز اون في ان 45 ويسمو كانوا لور سيرفيس دو بوليس ديزي ريان ا سينيالي ايتترا اي سافي كو لا في دو de la Toussaint, il y avait un relâchement dans ces services de police, d'armée, et donc ils ont décidé, donc la date du 1er novembre pour ça, où Houma, na fila wilaya 4, Naf Zayed, avec son groupe, ils ont décidé d'attaquer la caserne de Blida pour récupérer des armes. هذا هو البروبليم تاعهم يبداو ان اكسيون تري غراند مي افيك دي مويان ابسولومون برسك انيكزيستان وفي داخل لا كازيرن دو بليدا كان عندهم ميليتان كي تي كومبليس و اي سافي كو لا فيي دو 1er نوفمبر هكدا يافي ان رلاشمون ميم de la discipline parce que كل واحد يروحو هكذاك تبقى دونك راحو هذاك avec son groupe Suidani Boudjana Zubir Adjad Ahmed Bouchaïd هو كان في وقت كان هنا في التجاه والله يرحمه كانوا ولا قانون Il a été préfet d'Alger tout de suite à l'indépendance. Donc il dit Néa, je voulais connu un grand militant. Donc il dit Mais à l'équipe de Téhéran, il a donné des petits revolvers. Il a dit Kassrin, je dis un homme de la cour d'Ahagd avec la ficelle. Donc ils sont allés pour attaquer la caserne. De Blida. Là, il y a eu Sayed Hadak Liken Beshe Hellelhom. Il n'a pas pu. Bref, l'alerte a été donnée. Harboun. Le Sharia. Hadak Lwart Galek mobilisation. Les camions, l'armée, l'Ouest, ils les ont encerclés. Aucun, ils les avaient rejoints, Krim Belkassem, qui se met, on attaque la caserne de Blida, Djib Djmatik, peut-être celle ou Amran, mais qu'elle en contact avec Krim Belkassem. هكذا كان يقول انا نقول لك كلام اللي كان يقول عمران هو اللي جامع نو قلت لك بوتيت هو عمران اللي جامع لو جروب نتاع بلاد قبايل مي كان ديجا كريم بالقاسم هو دايور سيتي ان انسيان دو بارتي اوسي كريم هو كي يتكلم على كريم بالقاسم فوالا بون يا يو بيناتهم Darbo, mais quand on n'est pas armé, le seul moyen c'est qu'il fasse frère. Dit que les lagues, le Sharia a été envahi, l'armée, voilà. Kadro, Harbo, où ils ont été effectivement hébergés, au Sudan, au Bujma, qui a tourné. Ce qu'il faut remarquer, c'est que qui a tourné Harbo, les Kadr Haram. Alors, هذاك الواحد كل واحد يدبر راسو هو يحكي كي هبطوا وهبطوا في تحت في بليده الناس عايشين في قرابه وهكذا سون ايتي اكويي خباوهم سي ان سين باللي الشعب كل الشعب يعني سو سون با ترومبي الشعب نتاعنا كان يعني
خلاص معول وباش يخرج من التمرير اللي كان فيها ولا دونك هكذا بون يزون يا يو دي زاكسيون كون ايتي فات ici حرقوا بالي يجون ببالي هنا يا في الجزائر enfin ils ont monté plusieurs actions وهو il était hébergé في الفوق تحت ملبيا لوكيتيني اسم سكالا في لا سكالا و كيسموه يا ربي اللي كان في الحبس وخرج عبان رمضان خاطر كي كانوا هما يوجدوا بور لو 1 نوفمبر 54 جماعة الحيز que ce soit نتاع le comité central ou le يقولوا لهم ليه انتم طرحين تخرجوا فرنسا يتمسخروا بهم يحكي كي يتلاقاو هكذا quelques jours avant هما كانوا وجدوا في la place du gouvernement تلاقى واحد منهم قالوا واش رايحين تخرجوا فرنسا قال لي كنا نقولوا احنا نديروها وهما اللي يروحوا للحبس خاطر هما زيتي يعني لا بوليس ما تعرفهم اي effectivement le lendemain du 1er novembre 54 la police وين راحت راحت لي ريسبونسابل نتاع الحزب نتاع لو كوميتي سنترال نتاع هكذا ورددتهم كاع بن خدا وجماعته ils ont tous été arrêtés ou d'un et par contre Abel Ramdan qui était arrêté depuis quelque temps comme la période de détention تاعو وخرج وجاهم كان هو وكريم في السكالا وعبد رمضان غير خرج حوس على الكونتاكت وجاء عندهم نهار اللي سي رابح حكموه كان يخدم معاهم هذاك البوليسي مش عارف يسموه اللي باعوا واحد ميليتون اللي كان معاه انا وليت ننسى لي نون ان توكا il avait rendez-vous مع هذا في قهوة التلمساني التحت سيتي لوندوا وكانوا يتلاقاو قال لك كان يمشي il avait toujours une arme هكذا مخبيه ديجا كي دخل قهوة التلمساني قعد هكذا هذاك اون ا لو سونس كونت اون في دان لا كلانديستينيتي لاندا قال لك حسيت بلي حاجه انورمال مي il a pas compris قعد هكذا باسكو يتلاقاو افيك دي سينيو ولا مش عارفه قال لك ا مومون جي كومبري خاطر الشيف هكذا الى في اللي قاعدين في ديك الطواق بابا سيتي با نورمال هو جانا نايض وهو طمع ليه كيف يسموه هذا كيف دان لارمي فرونسي دان لا ها دي اس تي نو انت واحد من تاوعنا الجيريان اللي كان هو معروف ابخي دخل الواسمو حكموه دونك النهار اللي حكموه كان خلى في لاسكالا كريم بالقاسم وعبان رمضان الو شي هذا عمره ما هضر لحد كي داو هما النهار اللي قروا يبداو الثوره قال لك في لي ستوك امريكا تاع لا سكوند غير مونديال ils avaient trouvé ou là je connais Jeb Rombo et Kano Anton déjà des trucs interrage qui des capsules comme ça Ken Isel le tailleur les Kananawa c'est un Gishida cyanide madame cyanide
لا ما استكشيت il y avait des petites capsules. Alors Issa, le tailleur, ils n'avaient pas de moyens, c'était Hagdar, هو اللي كان يخيط لهم avec ce qu'il avait comme tissu. Ils n'avaient même pas d'argent de chez Yelpso. Au fil donc sera où les diront. Dans la ceinture, là, qu'elle y dit une poche vraiment mid-bench. Alors, كل واحد النهار اللي جون ديسيدي كل واحد راح il a pris sa wilaya, sa région, ils avaient tous had le un peu de cyanure. Ou ta'ahdou ala djel واحد منهم يتحكم وخاطر كانوا يعذبوا. وعلى ليبوك اون سي با دو بروس كو كل واحد على قد ما يحمل. اخرين ماتوا تحت لي تورتور، اخرين غير تضربوا هكذا بكف يهدر، اخرين كل واحد دونك عندهم هذاك لا كابسول دو. الو يحكي كي داوه اداه الكوميسار كان يسميه، كان يعرف حتى لي نوم دو كوميسار. كي حطوا في لا سيلول ان اتوندا يبداو يواسيه، يقلعوا له يا اخي، يقلعوا لك لي شوسور، لي لاسي دي شوسور، السبتة، لي انفي توت لي شوز لي تقدر دير بهم حاجه. بيان سور ما شافوش الوسم. كي راحوا وخلاوه الى افالي هذيك لا كابسول، مي سيتي دي تروك دو 45. كي جاو باش يديوه صابوه يتقيا، ايزون كومبري، رفدوه داوه للسبيطار، ايلون في لافاج دي ستوما. قعد تما لعود 24 ساعة ما ماتش، كل واحد والوزن. بون رجعوه وساوه، اي ابخي بداو دا هذاك لو كوميسار لانتيغوغاتوار. يحكي باللي لي بيغو على ليبوك سي با كيما مانتنا دي بتي بيغو تاع لي بوليسي هكذا. الوغ لو بوليسي يواسي فيه وهو مقابلو. و بون هو قال لك بشويه بشويه يافي اون كوب تخي رفدو من البيرو، تعرف كومون لي تريتي، ضربوهم هكذا وواجب دايما. خلى هذاك وبدا يقص في سيفين، دايوغ إلا في واحد اون غروند مارك بهذاك لو كوب بابي الاخر. قال لك تالمون جيتي سيور كي شاف الدم يواسو دار يديو في جيبو والدم بدا يسيل. قالك انا شتي سيغ باللي خلاص ما يفيقليش هو هذاك لانتي يواسو. قالك هو يسب فيه يقولو وي نخرجوك ونعمل كل افر. قالك اي لي بيغو ايتي بوتي اي لا سونتينيل كي تي دوغ الدم بدا يسيل يسيل حتى بدا يخرج من تحت. زيد دي بتي بيغو على ليبوك les commissariats de police et tout ça. Avec le sentinelle qui était dehors, le chef, vraiment une rigole de ça. Très litré. Ça, bon, il doit faire du beau, de malheur, du jour, de zéro, de revdo, de wa, ou khalto. Qui m'a dit, oua, le mot, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas voulu de moi. Bon, donc il a été ensuite arrêté et condamné et même en prison, il n'a pas arrêté de militer. Parce que Felhaps, et Wahnadina Hamenou, qui connaît Felhaps, la première chose, c'était se battre pour s'imposer comme prisonnier politique et mais pas prisonnier de droit commun. Roma, bien sûr, il nous considérait et nous traitait comme des prisonniers de droit commun.
Alors Sirabah a décidé d'organiser la police dans la prison, d'instituer la rigueur du parti pour faire front contre l'administration pénitentiaire, parce que même le Habs continue à travailler, on a leur service psychologique et Hagdawi Wassi. Et en même temps, c'est là qu'ils ont commencé à constituer les collectifs d'avocats. Donc un des premiers collectifs d'avocats avait été fait par Ben Yahya, qui marche de l'université, Ben Toumi, enfin, qui étaient tous des membres du parti. Donc en prison, ma proche Regdi Nouissener, ils ont continué un travail de militants, de formation, et surtout après d'organisation pour demander et se battre pour être traités comme des prisonniers politiques, mais pas des prisonniers de droit commun, et d'avoir le régime politique. Parce que même un Akitrat Felhad sont nous considérés comme des droits communs. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'on avait? On n'avait qu'une seule arme, c'était les grèves de la faim. Sirabah, il a fait un nombre de grèves de la faim incroyable. Après, ils les ont transférés en France. Et là aussi, ils ont organisé les prisons de France. Ils ont fait des grèves de la faim pour avoir le régime politique. Et ils ont décidé, il était à Rion, la grande prison centrale de Agda, où ils se sont organisés. Il y a eu beaucoup de grèves de la faim. Et ils ont décidé de l'isoler. Revdoumorion, Oudéouin, dans une prison en Bretagne. Et là, Ralkoualé, dans une cellule, et il a commencé à faire une grève de la faim. Et il a fait 25 jours de grève de la faim. D'ailleurs, après l'indépendance, il avait des problèmes d'os, de décalcification profonde. Au Tahan, Bretagne, dans une petite prison de Bretagne, avec un chef de prison, Galon Tatué, breton, et les Algériens ont la tête dure, je vais vous montrer que les Bretons ont la tête encore plus dure que Galon. Eh bien, نشوفوا روحنا كيما ياو هكذاك المسوي شافو فيه باسكو كونت فو فيت لا غراف دو لا فين اون بوا يا تو كوم يشربو حتى ما نش عارفه واش صار بيناتهم قال بابا هذا رايح بعيد واش دار كان يجيبوا له الماء هكذا دان واحد كيما حنا في جوي هنا نقولوا قوطي تاع حديد فيه الماء كانت ان مورسو تيسو سامو الى كومبري فد هذاك لو تيسو شمخو مليح 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 وخباه تحت راسو هكذا افكتيفمون او بو دو سي با كومبيان دو جور هذاك جا قال له جو فو كوبلو دونك قعد غريف دو لافا اي غريف دو لو كيفاه يدير بهذاك الشمخة هكذاك يبل شوالبو هكذا بشوية جاب ربي باللي يابي هذاك كانت il a été emmené à Rennes, il y a eu la formation du gouvernement provisoire de la République algérienne à Tunis. Et les cinq qui étaient arrêtés en France, Hattoron, membre
du gouvernement, je ne sais pas avec quel grade. Vice-président. Hein? Vice-président. Voilà, vice-président. Ce qui fait que le gouvernement français. حوس عليهم وبدا يلم عليهم الناس بداو يحوسوا عليهم يلا هذا بيضا finalement ils l'ont localisé à Rennes جاو الدواه و سي à ce moment qu'il a rejoint les cinq qui avaient été Ben Bella و Ait Ahmed و هكذا اللي جابوه وحطوه مع بن بلده وايت احمد وخيدر الله يرحمه لي وسام فوالا هذا لا بيريود دو سون اريستاسيون اي بي ابري يلا اون كارير هو كان يقول كان قرر في راسه باللي كي ناخذوا الاستقلال يعني العهد اللي كان بيني وبين بلادو يعني يضرب حتى الاستقلال قال من بعد خلاص ملي بديت صغير حتى 40 وانا نكافح جو خلاص سيتي اون ديسيزيون بريز كان تشاو qu'il y a eu l'indépendance et il y a eu le congrès à Tripoli, le CNRA. Ça a été un CNRA terrible, d'une violence terrible. La réunion, impossible de sortir une direction. Juin 62. En 62, quand il y a eu la réunion de Tripoli. À la fin, le consensus pour éviter le Tripoli, il y a eu quand même des gens qui étaient sages et qui disaient haram, الشعب هذا سبع سنين وهو يقاسي ويسنى فيكم. لازم ندخلوا ان توكا متحدين في وجه الشعب وكي نوصلوا للبلاد اون فرا لو غران كونغري دو اف ال اي هذاك الوقت اون سو ريغل لي كونت مي لازم نخرجوا على من رايحين يتفاهموا ما تفاهموش فينالمون لو كونسنسوس جا على لي 5 كي ايتي اون بريزون. Ils n'ont pas géré pendant 7 et ils n'ont pas été dans les différents problèmes qui a agité le GEPRA, la LN, etc. Donc, ils ont mis tous les 5 membres du bureau politique. Et alors, à ce moment, on a trouvé une réponse باش ندخلوا متحدين ندخلوا في وجه الشعب ما تكسرناش عندها. Donc il a été encore une fois obligé d'accepter et c'est comme ça qu'il s'est trouvé membre du bureau politique et puis qu'il est rentré et puis voilà. هذا واش حبيت شكرا السيدة زهرة ظريف بيطاط برك عندك انفيتاسيون من عند الجماعة تاع الوراث تاع تكوت رايحين يدوك تشوفي الدار اللي كان فيها سي رابح بيطاط الله يرحمه يا اخي هكذا سي الحاج طلعت لها رحت عام وحدي خاطر كان يحكي لي واش صاير بيناتهم كيفاش كانوا العراش متاكلين كيفاش هكذا الحاله تاعهم دونك عام مي افيك بليزير سي الحاج افيك بليزير ولا مي راني رحت زرتهم لحد ما سمع مي رحت وطلعت حتى للفوق وشفت هذيك
كان قال لك لبني ابو سليمان والعراش زوج اللي ما تاكلي شرفيه ان شاء الله نروحوا نزوروها مع سي الحاج الدار تاع وين كان سي ربح الله يرحمه يعيشكم كل خير مش عارف راهي 10 دقائق راهي غير تفضل سي الحاج عطيه الميكرو عطيه شكرا. نقول لها أختي المجاهدة بحضور الإخوة الضيوف أنا سي رابح ما هوش لقيت معقول شفته في الربيع 47 فين شفته كان عمري أنا ذاك 12 سنة في دشرة يسموها القصر في الأوراس أتذكر طبعاً ما كنتش عارف أساسي رابح ولا غيره في ثلاثة من الناس جاءوا البيت مجاهد بن شهيد اسمه عبد المجيد الشريف جاءوا عنده وإحنا صغار نصمم بعيد باش باتوا عنده باش يعمل اتصال مع الجماعات المسلحين الموجودين في الجبال في الأوراس لأن فيه مجموعات مسلحة متمردة على فرنسا بالأربعينات فالمهم اللي عرفنا هذاك هذوما الثلاثة جاءوا خلاهم في بيته عبد المجيد لأن بيت ولد خالي هذا وطلع المكان سموه الهارة باش تصل مع جماعة المسلحة طب من ذلك في الليل ما لقي لهمش خذاهم عند الأغلى هذه شهد لكن مع الوقت هذه في 47 بعد انطلاق الثورة وأنا في السجن ذاك تلقيت معه كذا تشوفه هنا في السركاجي أنا ذاك عرفت أن اللي جاءوا القرية الأقصر باش تلاقوا مع الجماعة هم ثلاثة سي رابح رحمه الله مع بن طوبال ومعهم واحد الثالث خشين أظن كريم بالقاسم طبعا كذا كنت نشوفه ما أقول كنت كنت معه أنا أعتقد في 45 كنت نشوفه في السركاجي احنا كنا مناضلين جند عاديين هو كان قائد طبعا هو لان كان في يعيش في زنزانه ويخرج وحده مع جماعه اللجنه المركزيه طبعا هذاك عرفنا باللي سي رابح مسؤول على المنظمه السريه لحفاظ الثوره وكان هذاك جماعه اللجنه المركزيه اطلق السر فيما بعد سي رابح لانه مسؤول على المنظمه السريه بعد هذا كله صرت تلقى معه مرتين أو ثلاثة عند محمد شيخ مسعدي رحمه الله لكن سي رابح رحمه الله تعرف أحسن منا دائما معروف ساكت لا يتكلم إلا إذا سئل رحمه الله وأتمنى أن تكوني كتبتي عليه لأن تاريخه حافل منذ كان في قسنطينة إلى اندلاع الثورة اللي استقلاله شكرا بارك الله فيك سي الحاج شكرا على عفوا أتمنى أختنا المناضلة المجاهدة تروح معنا بشوف البيت هذية اللي كان يتلاقوا فيها مع 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 الثوار كيفاش كان ينام وش كان يأكل كانوا يناموا على الأرض كان يقولوا بك كان مطيح حنبل يفرشوه فقط والنص الأخر يغطوه والأكل في الليل بربوشة كما يقولوا هما طعام وفي النهار أما شوية شيشة وإلا كسرة وشوية البن تاع معز هذا أكلهم باش يعرفوا الإخوان واش قدموا هالهيئة أنا ذاك الشباب للجزائر وشكرا لك بارك الله فيك شكرا شكرا سي الحاج محمد طاهر على كل حال السيدة زهرة ظريف بيطات لبات الدعوة إن شاء الله روحوا ان شاء الله فيه خلاص البيت تاعك يتسنى فيك في الوراس يعطيكم الصحة نختموا هذا اللقاء ان شاء الله في الوقت تاعو نتلاقاو الاثنين الجاي ان شاء الله بالمناسبة دائما تاع نوفمبر بارك الله فيكم السلام عليكم يعطيكم الصحة